كنشكركم بعد الفجر سبور دائما معنا في الفوتسالية الوحيدة اللي كتدعم هذه الفوتسال هذه في الإعلان ديالها. لافيلوترا فريق راه عنده سمية كبيرة في البطولة الوطنية اللي لعب جوج نهائيات كأس العرش هاد مواسم متتابعة. وكما كتشوف السي عمر اللاعبين بدلنا كاع اللاعبين لأن اللاعبين كاملين مشاو ديال لافيلوت اللي كانوا ترعرعوا من العصبة للدوزيام البريمير ديفيزيون منين طلعت الفريق للقسم الأول. وجبنا لاعبين جداد لهاد السنه هادي وهما لاعبين باقيين صغار وكاين اللي عندهم تجربه كما تنقولوا كاين اللي غادي نكونوا لاعبين هاد العام. وكما كتشوف هاد العام البطوله السي عمر قويه شويه لان كما قلتي شباب المحمديه هي اللي فريق تبارك الله عنده فريق كله متمكن من لاعبين المنتخب الوطني لاعبين لاكوب دي موند لاكوب دافريك لان ولكن ان شاء الله هاد العام هذا الفرق حتى هما غادي يقولوا الكلمه ديالنا لان ملي كتشوف فريق قوي الفرق الاخرين حتى هما تيديروا نفس مع فريق كما كتقول في البطوله لان ملي كتلعب مع فريق قوي ولا كبير دائما اللاعبين حتى هما تيكونوا معاك في هذه المقابلات هادو. والاستعدادات اللي كتشوف السي عمر لان انت كتشوف القاعه راه انت كتشوف السي عمر انت حضرتي بعينك لان القاعه كلها ميوهات كتزلق ما كنخدموش داكشي اللي خصنا نخدموه لان الساعه كدوز لينا ما كنخدموش فيها شي حوايج اللي خصنا حنا نخدموهم. والاستعدادات كما قلت لك اخويا عمر ان شاء الله غادي تكون الامور غادي تكون مزيانه ان شاء الله هذا العام وغادي تقول كلمتها حتى هي لافيلوت لان دائما كتقول الكلمه ديالها وغادي تقول كلمتها. وتنشكروا المسؤولين الرئيس ولا المكتب المسير اللي تاهما موفرين الظروف كامله للفريق وان شاء الله ما يكون على خير اخويا عمر هذا العام. هذا جبنا لاعبين من البطوله القسم الاول كاينين لاعبين من القسم الاول من القسم الثاني ولاعبين من الشباب من التكوين كما كنقولوا الفريق. كما كتشوف جبنا لاعب رشيد تخيسي اللي من سبوع كان في لاعب تا هو ليكيب ناسيونال. جبنا معاد اللي من القسم الثاني من دينا. جبنا لاعب كعوى اللي هو من تا هو من سبوع. وجبنا بعض اللاعبين اللي تا هما باقيين شباب وان شاء الله غادي يكون الفريق متكامل ان شاء الله. وحنا تنطلبوا من رئيس المجلس البلدي ومن المسؤولين المجلس البلدي باش يشوفوا من حالنا لهذه القاعه هذه لان الاستعدادات ديالنا دائما تنبغوا نبداوها. وانتم كتشوفوا دائما الميوهات كاينين في القاعه وشويه صعيبه باش غادي نخدموا داك الشيء اللي باغي نخدموه حنا لان حنا كمدربين كمسؤولين الاولين. علاش؟ لان تابعين النتائج تابعين بزاف د الحوايج خص تكون عندنا الملعب الارضيه تكون مزيانه باش نديروا الاستعدادات في المحل ديالها باش اللاعبين تاهما يكونوا الاستعدادات ديالهم. لا هذه المشكله دار سنين وحنا تنعانيو منه ماشي وديجا درنا طلبات ودرنا هذه الرؤساء كانوا داروا طلبات على هذه القاعه هذه وباقي هو نفس الحاله كنشوفوا هذا العام العام الجاي العام اللي بعده. وقاعه وحده اللي عندنا وكاينه قاعه لافيلوت اللي من هذا المنبر تنقولوها قاعه لافيلوت المدينه العليا اللي في لافيلوت اللي كنقولوها دابا اننا قاعه مزيانه والفروق تما فين ترعرعوا فين بداوا كما كنقولوا البطوله تبداو تما. السي عمر انت راك عارف وعشتي هذه الكور معنا تما. حنا تنطالبوا بذلك القاعه يعطيوها لينا للفروق لان تفارقها هو في القسم الاول سميته مدينه العليا والقاعه سميتها مدينه العليا لان خصنا يكون تما الفروق كاملين يترينيو تمايا ويلعبوا البطوله تما لان القاعه تستحق الفرصه تما كما كنقولوا لا على حساب النقل لا على حساب لي زونطريمون الفروق وقريبه حتى الانديه واللاعبين اللي غادي يقدروا يوصلوا تمايا. وهذه القاعه هذه تنطالبوا باش ترجع كما كانت في المره الاولى السي عمر كما كنتي كتشوف كدير فيها هذه كانت ما كانوش هاد الميوهات هذه. تنطلبوا من المجلس باش يشوفوا من حل الفروق.